اليوم لله الحمد القمر الصناعي خليفة سات انطلق بنجاح من محطة إطلاق تانيغاشيما من اليابان في تمام الساعة 8:08 صباحا، وفي تمام الساعة 9:33 بتوقيت دولة الإمارات لله الحمد قدرنا نحن نستقبل أول إشارة من القمر الصناعي خليفة سات. هذا دليل على نجاح عملية الانفصال ودخول القمر في مداره، وأيضا دليل على نجاح بناء القمر الصناعي وأداء عملياته. لله الحمد حصلنا على الإشارة من أول مرور للقمر الصناعي، والآن راح نقوم بعمليات الاختبارات المختلفة للأنظمة والأجهزة المختلفة على متن القمر الصناعي خليفة سات.